مفاتيح قلبك معايا. ايه رايك بقى الترند الذي غرك كوكب الارض والمريخ؟ مفاتيح القلب معايا انا بقى. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ مفاتيح القلب بايدين ربنا. مفاتيح مين؟ القلب بايدين ربنا. مفاتيح القلب بتاعك ده بايد ربنا؟ أوه. ده كله طالع مفاتيح قلبك معايا. ايه بقى الحوار؟ انت كده بتكذبهم كلهم. هم كذابين. هم كذابين. والله انت شايف كده؟ ايوه انا شايف. وانا شايف كده يا عم. يعني انت بقى انت كده انت بتقول انت راجل مع ربنا. انت عندك كام سنه بقى عشان تقول لي الكلام ده؟ انا عندي 14 سنه. 14 سنه؟ طب وايه يعني انت مع ربنا يعني؟ ايوه انا مع ربنا. طب ما توريني انت ازاي مع ربنا؟ اثبت لي اي حاجه. طيب تمام اثبت لي. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا ابني. هو ده الترند الحقيقي، ده الترند الحقيقي بيدوم يا حبيبي. ايه يا عم ايه الجمال ده؟ يعني شاب 14 سنه، شاب ايه؟ طفل، طفل 14 سنه لسه، يعني ما اتكتبش في عرف البني ادمين ان هو شاب، لسه طفل جميل 14 سنه وبيرد على الترندات اللي مكسره الدنيا في مصر. هو ليه يا جدعان؟ هو ليه احنا بنتعامل فينا كده؟ ده زي ما الترندات بتطلع ده لازم يطلع، ده لازم يكسر الدنيا. عايزك تختم لي بحاجه بقى. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا مولانا. بسم الله ما شاء الله عليك. اسمك إيه بقى؟ محمد. محمد عندك 14 سنة ومفاتيح قلبك مع ربنا وعارف الكلام ده؟ إزاي يا جدعان مفاتيح القلب؟ يعني إيه مفاتيح قلبك معايا؟ هجيبك وبهوايا. طب ماشي يا عم أنت تجري ماشي، إنما مفاتيح القلب مش في إيدك. مش بما هو ربنا بس اللي بيخلي البني ادم يكره ويحب ازاي؟ يعني خليت شاب عنده خمس سنين يرد عليكم؟ والله ما شاء الله عليك، انت صوتك جميل خالص يا محمد. طب ما تسمعنا حاجه تاني يا عم بصوتك، ما تبخلش علينا بقى، بما انك انت قلت لنا مع ربنا وراجل محترم، اثبت. يلا بينا. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر، هو خلاص هيموت من آخر نفس وجه خلاص يا جدعان، عايز اسطوانة في ظهره. ما شاء الله عليك يا حبيبي، ما شاء الله عليك. طب الشيخ مين ده اصلا اللي انت بتقرا له الايه دي؟ الشيخ محمود. محمود ايه بقى؟ محمود الشحات. ايه انور؟ شوفوا ده يعرف الشيخ محمود الشحات انور، يعرف بس ما يعرفش مفاتيح القلب مع مين، ولا يعرف انت كنت فين يا فريده، ولا ليه دعوه بالمواضيع دي. دي مواضيع في اللالا لاند، ده كوكب موازي، اقسم بالله احنا عايشين في كوكب موازي. خلاص مارفل فتحت عندنا كوكب موازي في مصر. تمام تمام. ايه بقى؟ سمعني تاني، انا مش عايزك توقف، اديني كل حاجه، سمعني تاني وبهوايا بالله عليك. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد. الله الله عليك. اسمك محمد ايه بقى؟ محمد السيد. يا جدعان ترند من ترندات مصر اللي طلع معانا النهارده ولازم يكسر الدنيا، لازم يكسر الدنيا باذن الله. هنحط لكم صفحته، انت عندك صفحه على الفيس بجد ولا اسمها ايه؟ محمد السيد. طب عايز تشوفها كام متابع الصبح؟
مليون. ما تقول بقى مليون يا عم. مليون متابع يا عم، بيقول لي مليون متابع يا عم زي بعضه. ما هو والله العظيم اقسم بالله يستحق اكتر من مليون يا جدعان. لو هو بيكذب كنت قلت لكم ماشي، انما ده هو اللي يستحق اكتر من مليون، وده اللي يستحق ينزل على التيك توك يكسر الدنيا وعلى الفيسبوك يفجر الكوكب. واحنا تمام تمام كده عشان خاطر خلاص، احنا كده خلاص ماشي، احنا كده ايه خلاص ماشي. حبايب يا جماعه انتظرونا في حلقه جديده مع محمد لما يكسر الدنيا باذن الله. السلام عليكم.